بدي ارجع ارحب بجميع المشاهدين يلي انضموا لنا هلا. مشاهدينا فيكم كمان تبلشوا تتصلوا فينا لانه موضوع اليوم اذا بيهمكم طبعا عن الملل بالحياه الزوجيه، ولكن رح ينقسم لقسمين. بدي ارحب اول شيء بالمعالج النفسي دنيز ابي راشد، اهلا وسهلا فيك معنا مفتاح للحياه. رح نحكي عن موضوع جدا مهم وموضوع خطير بنفس الوقت، وهو الملل بالحياه الزوجيه. بدايه الملل بالعلاقه بيؤدي حكما للانفصال ولا لا؟ يمكن يكون في انواع من الملل، وحسب معرفه انه رح نفصل ايضا موضوعنا لحلقتين مزبوط. يوم الثلاثاء ايضا رح نحكي كمان عن الاسباب والنتائج مزبوط. اول شيء تنبلش عن اذا رح يؤدي للانفصال، وهل في انواع بالملل بالحياه الزوجيه؟ طبعا اوكي. هلا نحن مثل ما قلنا قبل مره انه العلاقه بتمرق بعده مراحل. نعم. وحكينا بحلقات سابقه عن المراحل اللي بتمرق فيها العلاقه، هلا ما رح ارجع اقولهم، بس اذا بدنا نذكر على السريع تنعرف الملل وين بيكون. نعم. اول مرحله من العلاقه هي مرحله الحلم، وين انا بكون حاسه بكون في عشق وغرام وبكون حاسه انه الشريك هو عندي كثير توقعات منه وهو رح يامن لي السعاده، وبصير عندي صوره للشريك، صوره مثاليه له. فتاني مرحلة بتكون هي خيبة الأمل، وين أنا برجع بصطدم بالواقع وبشوف إنه الأمور مش مثل ما كنت مفكرة، وهون بتكتر كتير الملامات والعتابات بقلب الكوبل وبنشوف المشاكل، تنوصل للمرحلة الثالثة يلي هي الجمود، يلي هي أخطرة. نعم. يلي هي بتبلش بالملل. أوكي. وإذا ما عرفنا تعاملنا معه بيقوى الملل بهيدي المرحلة وبيتمركز، وبصير حقيقة في جمود كتير كبير بالعلاقة، يعني بمعنى بصير حاسة إنه أنا ماني مبسوطة بس ماني زعلانة، ما بدي غير، يعني مش حاسة بشي، ماني حاسة بشي، يعني ما بدي احكي شي للشريك الآخر، بصير اقول انه لشو بدي طالبه او لشو بدي احكي، ما في شي رح يتغير اصلا. أوكي. فما عندي الحاجة بقى اني اطلب شي من الشريك الآخر، بصير كل واحد عايش لوحده منعزل عن الآخر، بصير في نوع من عزلة نفسية، يعني ما عم بيشاركوا بعضهم ولا بالأفكار ولا بالأحلام ولا بشي، وما عندي، ما بحس باهميتي بالعلاقه، وانما عم فتش على اهميتي برات العلاقه، كل واحد عم فتش على اهميته وعلى دوره برات العلاقه. أوكي. وهون بهيدي المرحله بتصير في نوع من، يعني العلاقه بتفقد النكهه تبعها. فالشريك الاخر بصير عم بيعكس لي الفراغ الداخلي يلي موجود جواتي، يعني هالمرحله ممكن نعتبرها هي الاخطر. صحيح. لانه انا بصير عم يعكس لي الفراغ الداخلي يلي موجود جواتي، عكس مرحله الحب والحلم، لأنه بمرحلة الحب أنا بكون عم بحس بوجودي، بكياني، بدوري، بأهميتي. إجمالاً الشخص بمرحلة الحب بحس بهويته، يعني نعم بحس عنده إيدنتيتي، وإنما بمرحلة الملل بحس أنه أنا ما عندي أهمية، ما بعود عارفة مين أنا ولا شو بدي. هلأ تنجاوب على السؤال أنه الطبيعي كل ثنائي بعد فترة من الارتباط أنه يمرق بنوع من الملل أو خليني أقول الفتور الزوجي. نعم. بحكم الحياة الروتينية، الضغوطات، المسؤوليات، يعني أنا ما فيني ضل بمرحلة الحلم وكل الوقت عم نهتم ببعضنا. ولكن هون قدي بعرف أتعامل مع هذا الملل بنضج وذكاء، قدي بعرف وأتقبل أنه الشريك عم يتغير، قدي ممكن يقطع، بالعكس يمكن يكون بداية لمرحلة جديدة. صح. والعكس إذا ما عرفنا تعاملنا معه أكيد فيكون كتير خطير ويبعد كتير الأشخاص، خصوصا إذا طول ببعد الأشخاص عن بعضهم بعض، وأكيد في يوصل للانفصال. هلأ بالنسبة لأنواع الملل، حلو السؤال، لأنه نحن بنفكر أوقات أنه الملل هو بس جسدي أو عاطفي. نعم. بس لا، الملل أول شيء ببلش ملل فكري وعقلي. أوكي. يعني أنا فكرياً بحس أنه ماني منسجمة مع الآخر، ما في تناغم فكري بيني وبينه، كأنه في محدودية ما عم يفهمني. في الملل الاجتماعي، وين أنا بحس أنه الشريك الآخر بيكون حدا ما بده يشارك بمناسبات اجتماعية، مثلا عزا، دفن، عرس، ما بده يشارك بأي من المناسبات الاجتماعية وبس بده اهتماماته الخاصة. نعم. دنيز قبل ما نفوت بأنواع الملل حتى ما نطر كتير المشاهدين، خلينا ناخذ أول اتصال. ألو. ألو بونسوار. بونسوارين، أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك زينة مجلة. اهلا وسهلا فيك زينة، تفضلي. انا بدي اسال سؤال الدومازيل معك. تفضلي. اوكي بونسوار. اهلين. معك زينة مجلة. اهلين. لك انا بدي اسالها انه في قصه ملل انه بحياتنا شوي، انا وجوزي هيك انه فينا نرجع ايام زمان اللي عشناها قبل، انه وقت الخطبه ولا صعب يعني كثير؟ نعم. شكرا لاتصالك زينة. حلو السؤال، هل فينا نرجع هيديك الايام الحلوه؟ يمكن كان لازم نسالها قد ايه صار لها مجوزين. بس بكل الاحوال يعني مبين انه هي عم تقطع بفتره ملل، واكيد فينا نرجع الايام الحلوه، بس بدها مجهود. هي رح نحكي عنها بالحلقه الجايه شو فينا نعمل. مجهود من اثنين كمان، مش مجهود أكيد من طرف واحد. بدنا نعمل، انا على طول بقول انه العلاقه
هي مشروع بده صيانه، بده اهتمام، بده عنايه. اذا ما اهتمينا فيها اكيد بدها تموت. الحب ما بيكمل هيك، ولكن اكيد فينا، في كتير اشياء فينا نعملها، فينا نتجدد، فيها تعمل، فيهم يقرروا اثنيناتهم انه يروحوا على مطارح بتذكرهم باشياء حلوه، بمناسبات حلوه عشوها قبل، يتذكروا، فيهم يعملوا اشياء صغيره مرات تطلعنا من الروتين، اكيد فيها. صح. تنتابع لك انا من بانواع الملل اللي حضرتك كنت عم تذكريهم. اوكي، كنا عم نقول انه الملل الاجتماعي، وقتها في اشخاص بيقولوا لك انا ما بدي شارك باي من المناسبات الاجتماعيه، ما بده بكون شخص، ما بده يروح ولا على دفن ولا على عزاء، ولانه عايش نوع من ملل انه خلص ما بدي شيء. وفي عنا الملل العاطفي اكيد، وقتها ما بعود عنا مشاعر ايجابيه تجاه الشريك، وما بعود عنا رومانسيه بالعلاقه. واكيد الملل الجسدي، وقت العلاقه الجنسيه بتصير هي فرض وواجب اكثر من ما هي لذه. صحيح. دينيز، شو هي مؤشرات الملل بحياه ثنائي؟ هلا المؤشرات يعني كيف بنشوف الملل؟ بتجي هيك على راسي صوره كوبل مثلا عايشين ملل وقاعدين بمطعم، نشوفها كلنا بحياتنا. بتلاقي كل واحد ماسك سلولير وما عم يحكوا مع بعضهم اصلا. ايه، او بتلاقي مثلا مره هيك عم تطلع بالصحن بركي عم تنقي شو بدها تاكل هيك غصب عنا، والرجال مثلا حامل الكاس عم بيشرب، وقت شكل شوي بيطلع بالساعة انه اي ساعة بدهم يرجعوا. ايه، بس اكيد ما حدا عم بيحكي مع حدا ولا حدا عم بيطلع حتى بحدا. فاول مؤشر من مؤشرات الملل هو الصمت وانعدام الحوار. تاني شغلة هي وقت نكون موجودين بالبيت على طول، او عم نطلع على التلفزيون او على السلولار او جيم، يعني اذا حتى ما في شيء عم بعمله بلعب جيمز. نعم. او على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن كمان اكيد مش عم نتحدث. نعم. مع بعض، يعني ما في انسجام صار، ولا مواضيع عم يفتحون. نعم، للاسف الشديد. رح كمان معنا اتصال. الو الو الو، مرحبا، مين معنا؟ الو، بونجور، اهلا، معك مواطنه. اي اكيد طبعا، مش ضروري تقولي اسمك، الدكتوره معك. اوكي، انا بس بدي اسال باختصار شديد سؤال، انه اذا كان شيء مرضي بعد شريك عن الثاني، يعني شيء رغم عن الشخص، كيف يقدر الواحد يعبي هالفراغ وهالشيء على فتره طويله، يعني منه فتره قصيره؟ وميرسي كثير. بس سوري مدام، شيء مرضي؟ اي شيء مرضي. جسدي، عقلي، نفسي، شو؟ لا جسدي. اوكي، قصدك علاقه جنسيه ما عم بتتم؟ اي نعم. اوكي، ميرسي لك. اذا شيء مرضي بعدهم عن بعضهم، يعني خاصه اذا ما في علاقه جنسيه بالكوبل، كيف ممكن الواحد يعبي الفراغ؟ هون حكما بده يعيش ملل، حكما، لانه في حاجه عند الاخر ما عم تتعبى. هون بدهم يعرفوا اثنيناتهم يعملوا صيانه للعلاقه، مثل ما قلنا، يعني بدهم يقدروا يتحدثوا بالموضوع. تقدر الشريكه تقول عن احتياجاتها، هي النقص يلي عم تعيشه، وين عم تعيشه وكيف عم تعيشه، تيقدروا يلاقوا حلول وسطى، يعني امور يقدروا يعملوها اثنيناتهم. بس حكما بدهم يمرقوا بفتره الملل، لانه في احتياجات معينه ما عم تتلبى. نعم. معنا كمان اتصال. الو الو، اهلا وسهلا، مين معنا؟ الو، مرحبا. مرحبتين، تفضلي. في ممكن اقول عن اسمي شيء؟ لا، مش ضروري. مش ضروري اذا بتحبي. ومش ضروري اذا بدي كمان، تفضلي. انا عندي حاله نفسيه وعم باخذ دواء الاعصاب، وبحس حالي اني انا لو عم باخذ الدواء الاعصاب عم باخذها وماني عم برتاح وعم بتضايق كثير، وعندي شيء زعجني. ايش بفكر؟ بقول انا بدي اشرب، رحت اجيب سم، ما عطيوني سم، قالوا لي بدك تجيبي حدا يشهد عليك. وانا كثير اولادي منيح معي، بس انا عندي حاله نفسيه، شيء مرق علي زعجتني بالنسبه لبيتي الارضي، شيء يعني. وبس يجي جوزي يقعد على بالبيت بكرهه، ما فيني اشوفه، ما بحب طعمي، بفكر اني بدي اقتله، بدي انتحر، انا بدي كذا هيك يعني، وببكي كثير. احيانا بطلع هيك بقول نعم. ايه، وببكي كثير وبكره حالي، بخزق ثيابي، كثير متضايقه. في شيء ما فيني ارجع اقوله هيك على الهواء؟ نعم. احيان بس حدا بدي يجي لعندي بكره، ما بدي حدا يجي لعندي. يعني عم تقعد ترفض؟ بسكر الباب، بقول للبنت اللي عندي، قولي انا ماني هان، ماني هان، ما بقدر اشوف حدا ابدا. عندي شيء كثير قصة، مرة تانية بحكيه. نعم. شكرا، شكرا لاتصالك، شكرا. اوكي، هون في حالة يأس، يعني في حالة يأس واكتئاب. يأس واكتئاب ورفض، اكيد، لعائلتها، يمكن حتى للاشخاص اللي حواليها كمان. اكيد.
وهي حالة مرضية، يعني بدل ما نلجأ للانتحار وبدل ما نلجأ لأدوية لحتى نموت بدها حكيم مختص. أكيد، وخليها تلجأ، في اليوم أدوية ممكن تاخدها، وفي كتير مهدئات ممكن يساعدوها، ولازم تعرف أنه كل شيء له حل، يعني ما نستسلم بسهولة، ما نستسلم على حياتنا، وتلجأ لحكيم مختص وتلجأ لحدا يقدر يساعدها. أكيد نعم، يعني بمجرد أنه عم بتقولي أنه راح تجيب سام يعني في مرض نفسي وكانت راح تقوم بالانتحار، فكتر خير الله أنه بعدها عايشة. وبالنهاية مثل ما قلت أنه أكيد لازم تحكي مع حكيم مختص. بعد معنا اتصال. ألو ألو لكن انقطع الاتصال معنا. دونيز، شو بعد عنا نقول؟ كنا عم نحكي شوي عن مؤشرات. كان بدي اقول كمان من احدى المؤشرات انه غياب الشخص المتكرر، يعني انشغال الشريك الدايم برات البيت. نعم. وعدم الرغبه بانه يرجع على البيت كمان هيدي بتدل على ملل، يعني عم يهرب من البيت وما عم يرجع على البيت. فهون لازم يعني هذه مثل ما بيقولوا الضوء الاحمر، لازم تنتبه يا الشريك يا الشريكة انه لازم يرجع يجددوا العلاقه. هو وقت الشريك يصير مبسوط بانه شريكه الاخر رايح يقضي وقت وفتره عند اهله او مع اصحابه، بتلاقي الشريك مبسوط مرتاح. او وقتها اكيد كمان بصير في فتور بالعلاقه الجنسيه، وكمان بصير في شعور عند الاخر مثل ما قلنا قبل بانه انا مني وجوده وعدم وجوده هو ذاته، هو ذاته، فبحس انه ما عندي ما لي دور وما لي فايده بهيدي العلاقه، فساعتها اكيد بيكون في ملل. يعني العلاقه هي شخصين، والشخصين لازم يشتغلوا عليها مشان تنجحوا العلاقه الزوجيه، وخاصه اذا في اولاد. دنيز ابي راشد بدنا نتشكر كثير، نحن على لقاء اخر يوم الثلاثاء ان شاء الله، وراح نحكي عن موضوع الملل بالحياه الزوجيه ولكن بسياق اخر. اهلا وسهلا فيك. ميرسي.